الزحف ما زال مستمرا على طرابلس العاصمة، والثوار يمشطون المناطق التي حرروها من سيطرة الكتائب وسط أنباء عن وجود جيوب تقاوم أو تقاتل، وإن بدون خطة أو تنسيق أو قيادة. فاليوم كل يتحدث بسلاحه، على أن السلاح الذي يسمع صوته عند باب العزيزية لا يقول لنا إذا ما كان القذافي مختبئا هناك أم لا. غالبية المدينة سقطت تباعا في يد الثوار، وهذا التلفزيون الحكومي الليبي يلفظ أنفاسه ومشاهده الأخيرة قبل سيطرة الثوار عليه وقطع إرساله. هناك جيوب تقاوم لكنهم يحاولون القضاء عليها، الثوار هم من يتحكمون بالمدينة اليوم. أصوات السلاح التي ما زالت تسمع من أنحاء متفرقة من المدينة تحول دون خروج تظاهرات فرح عارمة، فرائحة الدم ما تزال موجودة تختلط برائحة الانتقام والثأر بين ثوار حاربوا 6 أشهر ليبلغوا المدينة وسكان محسوبين على القذافي ولو رغما عنهم. الأعصاب مشدودة، والكل في طرابلس اليوم مطالب بإثبات ولائه للثورة وتبرئه من القذافي وإلا. هذه المشاهد تتكرر من وقت لآخر، وهذا معتقل آخر يجهل مصيره وإلى أين يقتاد، وفي أحيان كثيرة يسبق الرصاص التبرير والتوضيح لدرجة تقلق قيادي الثورة وتدفعهم للتهديد بالاستقالة. ولكن بعض التصرفات الصادرة من بعض أتباعهم هي التي تورقني، وهي التي ربما تكون سببا في استقالتي. رئيس المجلس الانتقالي يدرك أن حمله قد ازداد، فبعد أن كان الخطر الأكبر هو القذافي وكتائبه، بات التحدي اليوم السيطرة على فصائل الثوار ذات المشارب والمذاهب المختلفة وربما الأهداف المختلفة أيضا. يوسف الشريف، العربية.